بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أمين. أهلا بحضراتكم في دنيا ودين. قبل كده اتكلمنا مع دكتور عصام الروبي عن آيات عظيمة في القرآن الكريم وكان بيفسرها ويوضحها لنا. اتكلمنا عن الماء في القرآن الكريم. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن قول المولى تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وضح قد ايه عظمة المولى تبارك في خلق الجمل أو الإبل. النهاردة هنتكلم عن حديث القرآن في الجبال بإذن الله مع دكتورنا الفاضل والجليل دكتور عصام الروبي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا مولانا. أهلا وسهلا دكتور محمد. أهلا بك. أهلا وسهلا. في حلقتك تحديدا بحس إن أنا ببقى مستعجل كده خلاف الحلقات التانية. الله يبقى بسبب كم المعلومات اللي احنا بنستفاد بيها وقد ايه اللي حضرتك بتوضح فيها عظمة المولى تبارك وتعالى. نعم. ودقة القرآن الكريم في كل آية موجودة فيه. نعم. فضل دكتورنا. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد النبي الكريم الأكرم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. عليه الصلاة والسلام. الآن دكتور محمد نتحدث حول حديث القرآن الكريم عن الجبال. عن الجبال. في الحقيقة القرآن الكريم تحدث عن الجبال باستفاضة. حينما نقف أمام قول الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر في هذه الآية التي يقول الله تعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود. لعلك تنظر وتتأمل معي إلى هذه الآية الكريمة التي ينبغي أن تكون معنا الآن في سورة فاطر: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. تمام. القرآن الكريم هنا تحدث كيف أن الماء ينزل من السماء، والماء حينما ينزل من السماء يكون سببا في إنبات النبات. تمام. جميل. الآية موجودة معنا على الشاشة. فما هي العلاقة إذن بين ألوان الجبال المذكورة في الآية القرآنية في القرآن الكريم وبين الماء؟ هذا سؤال ينبغي أن نتساءل به مع أنفسنا. تمام. إيه العلاقة بين إنبات النبات؟ تمام. وبين نزول الماء من السماء فأنبت الله تعالى به نباتا. ما العلاقة إذن بين إنبات النبات وبين ألوان الجبال؟ تمام. لدرجة أن الله سبحانه وتعالى ذكرها في نفس الآية القرآنية. أيوة. حينما قال: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ثم قال: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. تمام. القرآن هنا يتحدث عن الجبال البيضاء وعن الجبال الحمراء وعن الجبال السوداء، عن أشكال. تمام. معينة. من الجبال. هنا لا زال السؤال قائما: ما هي العلاقة بين الماء وبين الجبال؟ العلماء في الحقيقة. تمام. يقولون لولا أيوة. بعض الجبال ما كان هنالك بعض الماء. هيت يا دكتورنا شوف عظمة المولى تبارك وتعالى. انظر معايا دكتور، شايف منظر الجبال عامل ازاي؟ ابداع والله هندسي وقرآني بالفعل. نعم، هكذا اشار القرآن الكريم الى الوان الجبال في قوله تعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. تمام. هذه هي ألوان الجبال المذكورة في القرآن الكريم. دي يا دكتور ألوان بالفعل موجودة. نعم. في الواقع، ورغم أنها مكتشفة حديثا، لكن القرآن الكريم سجلها منذ أن أنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. والعجيب يا دكتور محمد أن القرآن الكريم يتحدث عن العلاقة بين الماء وبين الجبال. العلم الحديث الآن أثبت أن بعض الجبال تكون سببا في نزول الماء. بعض الجبال طبعا. تمام. لأن الجبال العالية أمثال جبال الهيمالايا أو جبال الألب، عن طريق احتكاك سفح الجبل أو سطح الجبل بالسحاب بسحب الركام المزنية. المزن تماما، كما قال ربنا: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فعن طريق الاحتكاك بين سحب الركام المزنية الله. وبين سفح الجبل الله. ينزل الماء. خذ المعلومة الأخرى، والماء يكون سببا في تلوين الجبال. هذه الصورة التي رأيتها ورأيناها الآن. أيوة. على الشاشة. تمام. هذه الجبال الملونة، من الذي لونها؟ الله. الماء. الماء هو الذي يلون هذه الجبال. الماء هو اللي بيلون الجبال. طبعا الكر. طبعا. تمام. ولذلك القرآن الكريم قالها في قوله تعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها
ومن الجبال جدد بيض. جدد بيض اللي هي الجبال البيضاء، اللي هي الجبال تمام. الرسوبية أو جبال الجرانيت كما يقولون تمام. وحمر مختلف ألوانها، هي الجبال حمراء يا دكتور. وهنالك صور أخرى وغرابيب سود اللي هي الجبال السوداء، الجبال البازلتية تمام. وهذه موجودة بكثرة في شبه الجزيرة العربية ومنها جبل عمر، ومنها جبال كثيرة جدا مثل الجبال الموجودة في تهامة وحضرموت. أيوة. القرآن الكريم هنا أيضا في سورة المرسلات في آية جميلة، نتمنى من سيد المخرج الكريم أن يأتي لنا بهذه الآية. أيوة. موجودة في سورة المرسلات، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. شوف حضرتك هنا أيضا القرآن تحدث عن العلاقة بين الماء وبين الجبال تمام. تحدث عن الجبال الرواسي الشامخات الأوتاد ثم تحدث بعد ذلك عن الماء العذب الفرات هنا في هذه الآية. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات اللي هي الجبال العالية. أيوة. ثم قال وأسقيناكم ماء فراتا. هنا لا زال التساؤل قائما، ما العلاقة بين الرواسي الشامخات وبين الماء العذب الفرات؟ ألم نجعل الأرض كفاتا. كفاتا، خلي بالك يا دكتور محمد، يعني كفاتا دكتور؟ كفاتا يعني الأرض كافية للناس. جميل. وهم على ظهرها أحياء تمام. وهم في باطنها أموات. أحياء وأموات اللي على الناس؟ الناس تمام. وهذه الآية فيها مهمة. أيوة. مهمة خطيرة جدا وكشف قرآني رهيب. في بعض الناس يقول لك الأرض فيها ندرة. يعني ايه ندرة؟ ندرة يعني من الممكن ألا يجد الناس ما يأكلونه تمام، أو ربما يموت الناس عطشا. هذا الكلام أيوة. كلام فاضي غير صحيح. لأن ربنا بيقول في القرآن ألم نجعل الأرض كفاتا، معنى ذلك أن الأرض كافية لكل الناس تمام. لمن كان على ظهرها ولمن يكون في باطنها. ولذلك قال ربنا أحياء وأمواتا. سؤال يا دكتور محفوظ أيوة. هل سمعت يوما أن الأرض امتلئت بجثامين بني آدم طبعًا. فلم نجد مكانا ندفن فيه ميتا؟ لا طبعا. كذلك الأرض كافية للناس وهم على ظهرها تمام. لكن ما علينا إلا أن نعمل ونجتهد، أما العطالة والبطالة لا يمكن أبدا أن توصل بنا إلى نتيجة. طيب. وجعلنا فيها رواسي شامخات، فيها يعني في الأرض رواسي شامخات اللي هي الجبال. اللي هي الجبال آه. الرواسي هنا اللي هي الجبال، اللي هي الجبال شامخات. شامخات بسم الله ما شاء الله يعني عالية بسم الله ما الله شامخة، فهي في الأرض كالأوتاد تمام. ثم ربط الله تعالى بين الجبال وبين الماء أيضا: وأسقيناكم ماء فراتا، أي ماء عذبا سلسبيلا رقراقا وهو ماء معين. وهذا الماء الفرات قرنه ربنا سبحانه وتعالى أيضا بالعلاقة بين الجبال وبين الماء تمام. ولذلك بنطلب من أستاذنا المخرج الكريم أن يأتي لنا الآن بالفيديو الذي يتحدث عن الجبال مع الماء. الجبال مع الماء طبعا، لكي تمام. ترى كيف يخرج الماء من الجبال صحيح. ولكي ترى ينابيع الماء سبحان الله دكتور. وهي تتفجر من عيون الجبال. يا سبحان الله، قدرة الله سبحانه وتعالى الله. أحكمت كل شيء. ولذلك من بدائع قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق كما بينا أن القرآن الكريم ربط بين الماء العذب الفرات وبين الجبال تمام. أيضا في سورة النحل في آية قرآنية جميلة غاية في الروعة. شوف دكتور عظمة المولى تبارك وتعالى، يعني إزاي هندسة إلهية بالفعل، وده ماء مفلتر ماء عذبة رقراقة. وكمان الدكتور أحيانا والله تلاقي صخور جبلية صعب طبعا. جدا حاجة تنبت بيها طبعا. تنبت فيها طبعا. وتلاقي أحيانا شجرة طالعة منها سبحان طبعا. الله. علم الجيولوجيا أو علماء الجيولوجيا أيوه. أو الدارسون في الجيولوجيا حينما يقف إلى مثل هذه الآيات القرآنية أيوه. التي شخصت كل شيء والتي ربطت هذه العلاقة الحميمية نعم وهذه العلاقة الوثيقة وهذه العلاقة المرتبطة بين الماء وبين الجبال في القرآن الكريم. ولذلك العلماء يقولون ماذا؟ يقولون لولا بعض الجبال لفقدنا كثيرا من الماء، ولولا الماء ما رأينا أشكالا متعددة من ألوان الجبال. تمام، الاثنين علاقة. شوف حضرتك قد إيه، لولا بعض أي. الجبال الجبال العالية ما وجدنا ما لافتقدنا إلى كثير من الماء، من الماء. ولولا الماء ما رأينا أشكالا متعددة من ألوان الجبال التي قال عنها ربنا: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود تمام. ولعل القرآن الكريم في سورة النحل أيضا أيوة. ذكر هذا الموضوع حينما قال ربنا: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم الآية وأنهارا وسبلا أيوة.
لعلكم تهتدون. انظر هنا إلى هذه الآية، وألقى في الأرض رواسي. وهنا سنقف عند قوله تعالى وألقى. وألقى الجبال دي، حضرتك قلت رواسية في الآية اللي فاتت، مقصود وجعلنا فيها رواسي شامخات. هنا قال ربنا وألقى في الأرض رواسي. كلمة ألقى يا دكتور محمد، احنا عارفين ألقى اللي هو يا دكتور الله ينور عليك بيحدف، احنا بنحدف. هل الجبال زي سانت كاترين وجبال الهيمالايا وده كله؟ سبحان الله. هذه الآية تكشف لنا عن جزئية معينة أو نوعية معينة من الجبال، وهي الجبال البركانية. إزاي بقى الجبال البركانية؟ تمام. أي جبل بركاني أو أي نشاط بركاني يحدث في بقعة من بقاع الأرض سلمنا الله وإياكم، لابد أن يعقبه حدوث هزة ارتدادية زلزالية عنيفة في نفس هذا المكان بعدي مباشرة. نعم. أو ربما ساعة البركان. تمام. بيحدث عملية إلقاء من سبحان الله الأعلى للأدنى عن طريق فهوة البركان والحمم البركانية. أيوة. فتقوم بعملية إلقاء للجبال، وهذا ما قاله ربنا في القرآن وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. من ألف وأكثر من 1400 سنة دكتور الكلام ده موجود، وعلماء الجيولوجيا جايين دلوقتي يكتشفوه يثبتون ذلك. وخلي بالك هذه الجبال التي تحدث نتيجة النشاط البركاني تكون مثبتة الأرض أوتاد، ولذلك ربنا قال أن تميد بكم، يعني يجعلها ربنا سبحانه وتعالى أوتادا ومثبتات لهذه الأرض. ثم أيضا ربط القرآن عن العلاقة بين الجبال والماء وأنهارا، هناك كان برضو ماء مباشرة. نعم. هنا في سورة النحل قال وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. ولذلك بنطلب من مخرجنا الجميل يذهب الآن بنا أيضا إلى سورة فاطر. تمام. في نفس الآية بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. أيوة. هكذا تحدث القرآن عن الماء ثم قال ومن الجبال. ومن الجبال اسأل نفسك يا دكتور ألم محمد ترى هنا برضو ايه العلاقة؟ قدم السماء مع الماء وبعد كده جاب الجبال، حدث عن الجبال. تخيل. طبعا. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. والغرابيب السود كانوا يقولون عنها سبحان الله السراب أو الأسربة. أيوة. التي تكون للغربان. تمام. حينما تنظر إليها يقولون يعني يا غرابيب السود سودا. تماما سود بمعنى يعني من شدة السواد الكثير. تمام. يعني أسود من سواد الليل البهيم الحالك. هنا كلمة وغرابيب. وغرابيب وسود. نعم. كلمة نعم. غرابيب هنا المقصود بها اللي هو نوعية معينة من الجبال، وهي الجبال البازلتية. أيوة. اللي هو الألوان السوداء. اللون الأسود الداكن. نعم. وليس نعم. المقصود بها اللي هو الغربان. اللي بالضبط. لا مش مقصود. نعم. بها كده. نعم. لكنها تظهر على شكل الرأي الذي تتراءى له من بعيد كأنها غرابيب سود من سوادها. من سوادها وشدة سوادها. تمام. وهي مثبتات لهذه الأرض. أيضا دكتور محمد مسألة مهمة، وقفت أمام العديد من آيات القرآن الكريم فرأيت العجب العجاب. تمام. دي الجبال البيض. دي الجبال اللي هي الجدد البيض. الجدد البيض. تمام. ودي جبال الجرانيت خلي بالك. تمام. وهي بتبقى جبال رسوبية من فعل تفاعلات عوامل الصخر وعوامل التعرية سبحان الله يحدث عنها ما يحدث، ويقولون عنها جبال رسوبية. تمام. مذكورة في القرآن الكريم أيضا. تمام. حضرتك بقى بحثت. وجدت ماذا؟ وجدت عجبا. تخيل الجبال كالكائن الحي. الجبال الحجر الأصم ده. أيوة. زي الكائن الحي لها عواطف ومشاعر. وأحاسيس وفرحة. وبكاء وحزن وتسبيح وخوف من الله وخشوع من الله. هنالك جبال ساجدات بناء على ايه حضرتك بتقول الكلام ده؟ هجيب لك القرآن الكريم بيقول ايه. هنالك جبال ساجدات وجبال خاشعات وجبال مسبحات. يبقى كم نوع يا دكتور محمد؟ ثلاث انواع. ثلاثة. نذهب كده الى القرآن الكريم كله بالقرآن. ايوه. في سورة الحج بين الله سبحانه وتعالى سجود الجبال لله عز وجل. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. جميل؟ جميل. والشمس والقمر والنجوم. أيوه. والجبال. والشجر. والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. يا الله. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والجبال جبال ساجدات لمولاها، يا الله، جبال عابدات لله. ليه يا دكتور محمد؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الكون من الذرة إلى المجرة، تمام، من الفرش إلى العرش، جعل الكون كله في تسبيح وتحميد وسجود لله سبحانه، تمام، وتعالى، إلا الإنسان جعله مخيرا. جميل. والآية القرآنية واضحة هنا، والجبال فالجبال ساجدة لله. تعال معي إلى الجبال الخاشعة، أيوة، في سورة الحشر. مخرجنا الجميل يجيب لنا الآية هي، بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذه جبال خاشعة، يا الله، متصدعة خوفا من الله وخشية من الله. تعال جيب لحضرتك الجبل الثالث والأخير، الجبال المسبحة لله. أيوة. جبال مسبحة تسبح الله وتشكره بلسان الحال وبلسان المقال، ولعلها تشكره بلسان الحال. تمام. اقرأ معي بسم الله الرحمن الرحيم، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن. الله أكبر. الله. بالعشي، الله، والإشراق. وخذ المعلومة، جبال مسبحة بالليل والنهار، العشي، صباحا ومساء، والإشراق. إنا سخرنا الجبال مع من؟ مع نبي الله داود، يسبحنا بالعشي والإشراق. الله. وختاما، الله، في سورة الصفات، أيوة، يا جبال أوبي معه والطير. الله. هذا نداء من الله وأمر من الله للجبال أن تكون مسبحة مع من؟ مع نبي الله داود، يا جبال أوبي معه والطير. الله. يعني جبال، الله، مسبحة، جبال عابدة شاكرة حامدة لمولاها سبحانه. والله وتعالى. أنا عايز أقوم أقبل دماغك يا دكتور عصام، لأن الآيات دي بتمر، أنا واحد من اللي بتمر عليا مرار الكرام كده. أنا ما أعرفش يعني، عمري ما كنت يعني الحاجات دي تلفت نظري، وأكيد أنا متأكد ناس كتير جدا من حبايبنا اللي بيتفرجوا علينا نفس القصة. شكرا جزيلا ونورتنا. شكرا لحضرتك. الموضوع أنا معاك، محتاج وقت. شكرا لمخرجنا الأستاذ أحمد علي. شكرا جزيلا. مكملين معاكم بإذن الله بعد الفاصل، هيكون معانا مولانا الغالي والجليل أيضا الشيخ حازم جلال، ولكن بعد الفاصل.